بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة دي حلقة جديدة من حلقات الدايجستيف سيستم، بنتكلم على موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، موضوع على اللي هو السمول انتستين. لو ابتدينا نبص على السمول انتستين، السمول انتستين بتشمل ايه؟ بتشمل 3 اجزاء. نمرة 1 ايديدينوم، وده كان دي حلقة منفصلة زي ما انتم عارفين، وبعدين الجيجينوم والاليوم. ايديدينوم بيسموه الـ12، وجيجينوم بيسموه فاستينج. فاستينج يعني الصائم، يعني دايما بيبقى فاضي، الاكل بيعدي فيه بسرعة. اليم بيسموه اللفائفي، يعني كثير الالتفاف، يعني طويل. احنا النهارده بنتكلم على موضوع الجيجنوم والاليم، وكان الجيجنوم ليها محاضره منفصله زي ما انتم عارفين. يبقى ده الجزء اللي احنا مطلعينه، ده جيجنوم والاليم. الجيجنوم اللي هو ده، الجيجنوم اللي هو السي شيب ده، والجيجنوم والاليم اللي هم دول. في الحقيقه ان لو احنا بنتكلم على الجينوم والإليم، بنتكلم على حاجتين. الحاجة الأولانية بنتكلم على الميزنتري بتاع السمول انتستين، اللي هو بتاع الجينوم والإليم. الميزنتري بتاع السمول انتستين ده هو بيريتونيال فولد. يعني ايه كلمة بيريتونيال فولد؟ يعني طبقتين من البيريتونيه. انكلوزس اللي هو اللوبس بتاع الجينوم والإليم، شايفين يا ولاد ده اللي انا بشاور عليها، دي اللوبس بتاعت الجينوم والإليم. والبريتونيال فولد اللي هو باللون الازرق ده، اللي عامل لهم انكلوزمنت ده، ورابطهم مع البوستيريور ابدومينال وول. يبقى الميزنتري، ميزو يعني وسطي، الكلمه جايه من علم الامبريولوجي، انتري يعني سمول انتستين. يبقى البريتونيال فولد ويتش كونكتس اللي هو السمول انتستين مع البوستيريور ابدومينال وول اسمه ميزنتري. ليه تو بوردر؟ البوردر الاولاني اسمه اتاتشد بوردر او الروت اللي هو ده، وده طوله تقريبا 6 انشز، 6 انشز يعني about 15 سنتيمتر. والبوردر الثاني اللي هو ده الفري بوردر، وده طوله 6 متر، 6 متر يعني ما بين 6 و6، هو طبعا زمن الستة كله يعني. والديبث بتاع الميزنتري يعني ما بين الاتاتشد والفري بوردر 6 انشز. والكونتينز 6 حاجات، فده رقم 6 دايما نفتكره بقى. الفري بوردر يبقى its length is about 6 meters encloses اللي هو اللوبز اوف جيجنوم والاليوم. التاتشد بوردر اللي هو ده، التاتشد بوردر ده هنتكلم عليه شويه لان هو مهم. دي لقطه كده، انا شلت السمول انتستين، ادي التاتشد بوردر اهو. its length 6 inches زي ما اتفقنا، الرقم 6 ده الرقم الدومينيتنج. باجي من عند الديدنو جيجنال فليكشر، يعني نهايه الديدنوم وبدايه الجيجنوم، الحته دي اسمها ديدنو جينال فليكشر. والديسين داون وورد تو ذا رايت، نازل ناحيه اليمين، وبينتهي عند الاليو سيكال جنكشن. يبقى روت اوف ميزنتري اتس لينث 6 انشز، ستارت من الديدنو جينال فليكشر، انتهى عند الاليو سيكال جنكشن، جنكشن بين الاليوم والسيكم، وطوله 6 انشز ونازل داون وورد تو ذا رايت. او شايفها، شايفين يا اولاد، دي ادي لقطه للروت اوف ميزنتري اهو. بادي من عند الديدنو جيجنال فليكشر، ومنتهي عند الاليو سيكال جنكشن، وطوله 6 انشز. يا ترى الروت اوف ميزنتري ده بيعدي على ايه؟ لازم نستحضر محاضره الريليشنز بتاعت الابدومينال وول، ده في المجموعه بتاعت ستاندنج اناتومي. الاقي الروت اوف ميزنتري يا اولاد بيعدي على الابدومينال اورتا والانفير فينا كافا، السواس ميجور والجنتا فيمورال نيرف. يبقى بيعدي على الابدومين الاورطه والانفير فينا كافا، السواس ميجور، والنيرف ده اسمه جنتا فيمورال نيرف. يعني عقد الصوره شويه بقى اهو، عدى على الاورطه والانفير فينا كافا، بس في الحقيقه عدى على السواس ميجور، ما بيعديش على الجنتا فيمورال لوحديه، ده بيعدي على حاجتين كمان موجودين على السواس ميجور، على اليوريثر اللي هو الرايت يوريثر، وعلى الرايت جونادل. يبقى على السوس ميجور، وفي 3 حاجات موجودين على الرايت سوس ميجور، رايت يورتر ورايت جونادل فيسلز والجينتو فيمورال نيرف. تعالوا بقى نشوف اللقطه دي بقى علشان يبقى متحققه. الروت اوف ميزنتري يا ولاد اللي هو كورسبوندنج للحته دي، اهو شايفين اللي هي الحته دي. يبقى بيعدي على ايه؟ شفت بقى، زودناها بقى ثيرد بارت اوف ديدرام ابدومينال اورتا، اي في سي اللي هي الانفير فينا كافا،
سوس ميجور، وثلاث موجود على سوس ميجور. سوس ميجور الرايت جوناتال والرايت يورتر والرايت جندو فيمورال. يبقى الروت بيعدي على الثيرد باث اوف ديدرام ابدومينال اورتا اي بي سي سوس ميجور رايت سوس ميجور، وثلاث حاجات موجوده على الرايت سوس ميجور. الدبث 6 انشز، يبقى الروت كان طوله 6 انشز والفري بوردر طوله 6 متر، والدبث يعني العمق ما بين الفري والاتاتش بوردر في الميدل 6 انشز، يبقى ستات. والكونتنتس 6 حاجات كده، بقت 4 ستات بقى. اول حاجه الكويلز بتاعت الجيجنوم والاليوم، ده في الفري بوردر. السوبيريور ميزنتريك فيسلز في الاتاتش بوردر او الروت، يبقى الكويل بتاع الجيجنوم والاليوم في الفري بوردر والسوبر ميزنتريك فيسلز في الروت. ما بينهم الارتري، سوبر ميزنتريك ارتري بيدي برانشز، فالبرانشز دي عشان توصل للسمول انتستن هتبقى المسافه طويله 15 سنتي مع الحركه ممكن يتقطعوا. ربنا بيخلق لنا حاجه اسمها ارتيريال اركيدز، يخلق حاجه اسمها ارتيريال اركيدز، ده انستموزيس بتوين الديفرنت ارتريز، عددهم تقريبا from 12 up to 16. وبعدين من ناحيتهم بيطلع artery اسمها زاركتا، هي دي في arterial arcades، وبعدين ناحيتهم بتطلع artery اسمها بازاركتا. يبقى لغايه دلوقتي ثلاث حاجات، كويلز بتاع الجيجنوم والاليوم، سوبر ميزنتريك فيسلز، وجيجنال والاليال برانشز اللي بتعمل حاجه اسمها arterial arcades. autonomic plexus اكسترا بريتونيال فات، عادي اوتونوميك بلكسس حوالين الارتريز. اكسترا بريتونيال فات يعني كم من الدهون، وفي ليمف نودز، يمكن عشان الليمف نودز مهمه فافرضتها في الكلام. الليمف نودز بتبقى ارنجد انتو 3 سايزد جروب، سمول سايز جروب ده في الفري بوردر، ميديال جروب في انترميديت في الوسط، وعندي لارج في الاتاتشد بوردر. يبقى في الفري بوردر سمول سايز ليمف نودز، في الميدل بتبقى ميديوم سايز، عند الاتاتش بوردر بتبقى لارج سايز، بتبقى كونكتد مع بعضيها بالليمف فيسلز. ولان ان الليمف فيسلز هنا يا اولاد بتنقل الابزوربد ماتيريال، بيبقى لونها ابيض فبيدولها صوره لاكتيلز. كلمه لاكتيلز جايه من كلمه لاكتيشن ولاكتوز، يعني زي لبن الحليب. الليمف فيسلز تبقى لونها ابيض بيسموها لاكتيلز، لانها كارينج ابزوربد فات. واحده من الفانكشنز بتاعت الليمفاتيك سيستم انه بيعمل كارينج، اللي هو ايه؟ اللي هو الابزوربد فات. تعالوا نشوف كده ايه الجنرال فيتشرز بتاع الجي اي تي ان جنرال، وده موضوع تولجي، قبل بقى ما ندخل في الديفرنسز، ده الموضوع الثاني بتوين الجيجنوم والاليوم. ايه بسرعه كده علشان نبقى متخيلين الصوره، اي جي اي تي مكونه من اربع طبقات، الطبقه الاولانيه اسمها ميوكوزا، الطبقه الثانيه اسمها ساب ميوكوزا، الثالثه اسمها ماسكيلوزا او ماسكيلاريس اكسترنا، والطبقه الرابعه والاخرانيه اسمها سيروزا او ادفنتيشيا. عندنا اول طبقه اسمها ميوكوزا، الميوكوزا عباره عن ايبيثيليال لايننج، كل عامل ايبيثيليوم، وبعدين راسي على طبقه اسمها لامينا بروبريا، لامينا بروبريا اللي هي لوس كونكتيف تيشو، وبعدين طبقه من الماسلز خفيفه اسمها ماسكلاريس ميوكوزا. بالميوكوزا ثلاث حاجات، يبقى الابيثيليال لايننج كلها من الابيثيليوم، اثنين عندنا اللامينا بروبريا دي لوس كونكتيف تيشو وماسكلاريس ميوكوزا. بعد كده عندنا الساب ميوكوزا، بعدين عندنا الماسكولوزا، الماسكولوزا انر سيركلر اوتر لينكتيدنال، الماسلز بتاعتها مترتبه انر سيركلر اوتر لينكتيدنال، وبعدين عندي طبقه الادفنتيشيا. بسرعه كده، ادي طبقه الميوكوزا، يبقى عندنا ايبيثيليوم، اثنين يبقى عندنا لامينا بروبريا، ثلاثه ماسكولاريس ميوكوزا. بعدين عندنا الطبقه اللي بعديها اسمها ساب ميوكوزا، الساب ميوكوزا بتبقى فيها بلكسس اسمها ساب ميوكوزا بلكسس، اوتونوميك بلكسس. بعدين عندنا الماسكيولوزا، ودي طبقتين انر سيركلر اوتر لونجيتودينال، ما بينهم في بلكسس اسمها ماينتريك بلكسس. يبقى عندنا السمول انتستين او الانتستين ان جنرال فيها تو بلكسس اسمها انتريك بلكسس، جاي من ايه؟ انتستين ميزنتري
جاسترونترايتس كلمه انتريك يعني سمول انتستين. في عندي بلكسس اسمها سب ميوكوزال بلكسس، وفي عندنا بلكسس اسمها ماي انتريك بلكسس، وبعدين عندنا الطبقه الاخرانيه طبقه السلوزه او الادفنتيشيا وات ايفر. بسرعه شديده جدا، دي صوره للهيستولوجي بتمثل لي المراحل المختلفه اللي بتمر بيها اللي هو الجي اي تي. واللي يهمنا هنا ان احنا لو جينا ركزنا على الحته دي تلاقي في عندنا وات وي كولد الفيلاي، شايفين هنا يا اولاد دي عندنا هنا في الجينوم والاليام عندنا فيلاي. طبعا بردك في الاليام في عندنا حاجه هنا اسمها بييرز باتشز. طبعا دي صوره الهيستولوجي وعايزه تتشرح بالتفصيل، لكن اللي يحفظ الصوره دي يقدر يحفظ صوره الهيستولوجي والتغيرات المختلفه اللي بتحصل في اللي هو من اول اللايننج ابيثيليوم واللاميا بروبريا والمسكولاريس ميوكوزا سب ميوكوزا الجلانس اللي هي بتظهر الماسكولوزا والادفنتيشا. دي لقطه ثانيه يا اولاد بردك موجوده عندي، هي الحته بتاع الجيجنوم والاليوم صوره الفيلاي اللي موجوده، شايفين في الجيجنوم والاليوم في حاجه اسمها فيلاي، وفي الاليوم في السب ميوكوزا بيبقى في عندنا كولكشن لينفويد تيشو اسمها بييرز باتشز. دي الحاجتين اللي هيهموني دلوقتي واحنا بنتكلم عليها، ان احنا في عندنا حاجه اسمها فيلاي وفي عندنا حاجه اسمها بييرز باتشز. دي بتبقى موجوده في الحته بتاعت الجيجنوم اللي هو الفيلاي، وفي الاليوم هلاقي في عندي حاجه اسمها بييرز باتشز. تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل في موضوع اسمه differences between الجيجنوم and الاليوم. differences between الجيجنوم والاليوم. أول حاجة من حيث اللينث الإليم أطول، حتى اسمه اللفائفي. constitute about 3/5 of a small intestine يعني about 360 سنتيمتر. الجيجنوم constitute 2/5 يعني about 240 سنتيمتر. الإليم بيبقى موجود تحت يا ولاد، يعني موجود في الهايبوجاستريك ريجن والرايت إلياك ريجن، وممكن يوصل لغايه البلفس. هايبوجاستريك ريجن رايت إلياك ريجن ويوصل لغايه البلفس. الجيجنوم موجود فوق في الامبليكال ريجن، يبقى الجيجنوم موجود في الامبليكال ريجن والإليوم موجود في الهايبوجاستريك رايت إلياك ريجن وبيوصل لغايه اللي هو الفولس بلفس. تاني حاجه بنشوفها يا اولاد اللي هي الديامتر بتاعتنا. الجيجنوم ان جنرال يا اولاد الجيجنوم بيبقى وايدر، لكن الاليوم بيبقى نارور. يبقى تاني حاجه بنعرفها الديامتر، الجيجنوم بيبقى وايدر لكن الاليوم بيبقى ايه نارور. تالت حاجه الفيلاي والبلايكي سيركيلارز. بما ان انا عايز ازود السيرفيس اريا يا اولاد، فربنا بيخلق لي نمره واحد فيلاي. الفيلاي دي بتبقى بروجكشن في الميوكوزا، يعني في بروجكشن جاست اونلي في الميوكوزا، لان الدايجيشن بيبقى كتير في الجيجنوم لكن الابزوربشن اكتر في الاليوم. علشان كده تلاقي الفيلاي عددها كبيره في الجيجنوم بتبقى لارج ونيمرس، لكن في الاليوم تبقى سمولر وليس نيمرس. بيبقى في عندي حاجه اسمها بلايكي سيركلارز. ايه البلايكي سيركلارز دي؟ البلايكي سيركلارز يا اولاد زي ما انتم شايفين فولتس بقى، واخده ميكوزا وسب ميكوزا، شايفين اهي؟ دي اسمها بلايك سيركلارز، دي واخده الميكوزا وسب ميكوزا. الفيلاي اللي هي موجوده فوق دي فيلاي ميكوزا بس، لكن شايفين الفولت ده كله اسمها بلايك سيركلارز، واخده ميكوزا وسب ميكوزا. يبقى الفيلاي بيزود السيرفيس اريا والبلايك سيركلارز برضك بيزود السيرفيس اريا. مره ثانيه البلايك سيركلارز بتبقى في الجيجنوم بتبقى مور نيومرس، علشان الدايجيشن كويس بتبقى مور اكتف موجود في الجيجنوم. دايجيشن والابزوربشن بيبقى مور اكتف. اليوم الاكل بيقعد فيه شويتين، نقعد نمتص الاكل على مهلنا، لكن الاكل ما بيقعدش في الجيجنوم كتير يا اولاد كويس. فالحركه البريستلز بتاعته بتبقى عنيفه، الدايمتر بتاعته لازم يبقى كبير، الفيلاي كتيره، البلايك سيركلارس لازم تبقى موجوده كتيره. بيز باتشز هي كولكشن اوف لينفو موجوده في السب ميوكوزا، وبما ان الاكل بيقعد شويه في الاليوم يعني بيحصل له استجنيشن، يعني البكتيريا شغاله عليه يعني بتطلع توكسين، يبقى انا عايز البييرز باتشز او الكولكشن اوف لينفويد تيشو تبقى موجوده. يبقى الكولكشن اوف لينفويد تيشو موجوده في الاليوم مش موجوده في الجيجنوم. بالنسبه
للماسكولوزا الماسل بقى، يبقى احنا خدنا ميوكوزا كانت فيلاي وبلاك سيركلاريس، سب ميوكوزا بيرز باتشز، ماسكولوزا الماسلز هتبقى ثيكر في الجينوم. ليه؟ عشان البريستالسيس بتبقى عنيفه، لكن في الاليام بتبقى ثينر. الفاسكولاريتي بتبقى اعنف في جيجنوم، الحركه اكتر عنيف كويس، الدايمتر بيبقى ثيكر، الماسلز بتبقى ثيكر، الدايمتر بيبقى وايدر، فطبعا الفاسكولاريتي بتاع جيجنوم اكتر من الفاسكولاريتي بتاعت الاليام. بيبقى الكالوريشن بتاعته برايت ريد، لكن الاليام بيل ريد. لكن ده ما يخليناش نتلخبط في فكره الايه، الارتيريال اركيدز. الارتيريال اركيدز يا اولاد بتبقى موجوده في جيجنوم، بتبقى سيمبل 1 اور 2 اركيدز ولونج لازاريكتا. في الاليام بالعكس، الارتيريال اركيدز بتبقى كومبليكيتد، يعني فروم 3 تو 5 روز، والفازاريكتا بتبقى قصيره. طب ايه التفسير بتاع الكلام ده؟ ان الطبيعي ان الميزنتري نفسه، الدبث بتاع الميزنتري بتاعي بيبقى اكبر في الحته بتاع الاليام من الجيجنوم، فعلشان كده يبقى انا عايز اعمل ارتيريال اركيدز اكتر، لكن ملوش دعوه بالفاسكولاريتي. الفاسكولاريتي بتاع الجيجنوم احسن من الفاسكولاريتي بتاعي. يبقى الاركيدز، الارتيريال اركيدز ده نوع من انواع الانستموزس يا اولاد ربنا خلقه علشان يدي جود بلاد سبلاي، وعلشان البريستالسز العنيفه اللي هي موجوده ما تقطعنيش اللي هو الفيسلز اللي هي موجوده، وتعمل جود ديستريبيوشن اوف ذا بلاد. لو انا كنت جايب ابص كده على الجيجنوم والاليوم، الاقي في حاجه بحسها في الجراحات اللي انا بنطلق عليه كلمه دبل لاير. الجيجنوم لما يجي الواحد يحس كده اليوم يحس دبل لاير، لان انا بحس الميوكوس ممبرين وبنيس الميوكوس ممبرين بحس المصل. ف it looks like زي شيرت سليف فيلت ثرو كوت سليف، يعني زي ما الواحد بيحس ان القميص وهو طالع من اللي هو ايه، اللي هو من تحت كم اللي هو القميص. يبقى ايه؟ شيرت سليف فيلت ثرو كوت سليف. يبقى عندنا هنا بحس الدبل لاير، لكن الاليام الواحد ان هو جاست اونلي وان لاير. الفات طول ما انا نازل الفات بيزيد يا اولاد بالافكت اوف جرافيتي. يبقى هنا بلاقي عندي اللي هو الميزنتري بتاعت الاليام وبتاعت الجيجنوم، شايفين بتاعت الجيجنوم الارتيريال اركيدز بتاعتها بتبقى سيمبل والفات قليله، لكن الاليام الارتيريال اركيدز بتبقى كومبليكيتد والفات بتاعتها بتبقى مور بودد. ولذلك هم بيسموه في جراحات ويندو، بيقول هنا الكلير ويندو يعني هنا الدنيا رايقه، لكن هنا بتبقى ويز وبيك ويندو. اي هوب ان احنا نكون فهمنا الموضوع. الى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.